شي عود يكون معلوم. واش القبرية ولا العربية؟ شكرا شكرا للصحافه الوطنيه، شكرا لمهرجان ويكازابلانكا على الاستضافه، وكان الحضور ديالي بالفعل. وانتم ان شاء الله اللي ممكن تعملوا التغطيه وتبلغوا الميساج اكثر مني انا، ان انا كانت الدعوه ديالي وكان لي شرف كبير. وتنشكر الامن الوطني على هذا الهفوه وهذا النظام الكبير بكل صراحه، كنشكر مزاج الشكر. واي واحد جا ساهم في هذا المهرجان، لان هذا الشيء كيهمنا جميع حنا المغاربه، وإلا ضامننا ومشى بحال الأمور هكا ممكن غادي دائما تبدل الأوضاع ديالنا ونوليو نتحطوا في واحد الموقع اللي هو كيف بغينا نشوفوا. حتى حنا إلا كنتوا أنتوما بغيت تعاونوا معنا، إن أنتوما هما السلطة الرابعة ديالنا، عندنا فيكم الثقة. وشكرا لكم، هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. والحمد لله اللي جا واحد الجمهور اللي هو ما كنتش تنظن غادي يكون، وكان واحد التجاوب كبير. والسيد عبد العزيز معروف ولد المغاربه ولد الشعب، وكبرت مع والديكم انتوما، انتوما راه وليداتي تقريبا هكا، راكم باقيين صغار، وي كان الدومين ديالكم تيحتم عليكم باش خصكم تسالوني وتجاوبوني وتعرفوا الحقيقه ديالي. ونبغيكم دائما تاخذوا تاخذوا مثلا، ما تاخذوش طرائف، خذوا العبره وخذوا بزاف الحوايج اللي هي معقوله. وتنهنيكم تنتوما وشكرا لكم. فقدت الساحة الغنائيه مؤخرا واحد الفنانه اللي سميتها حافظه الحسناويه. تماما، هذيك السيده فنانه من الفنانات اللي هي تحيه الناس ديال اسفين، اللي هي كانت واحد الفنانه اللي هي من واحد العائله اللي هي عريقه، والله يرحمها ويوسع عليها ضيقة القبور. ان الفنان ملي كيموت راك الناس كلهم كتعرفوه، ولا او شي نموذج كيكون راه كلنا كنعرفوه طبعا. الله يرحمها ويوسع عليها ضيقة القبور. وهاد الحياه هكا دايره، حنا تعازينا الحاره العائله ديالها والله يصبرهم، وهذا كيهمنا كاملين ونعزيوها كاملين. ونتمنى ان شاء الله هاد التعزئه توصل للعائله ديالها والله يصبر العائله ديالها. كان ممكن نعرفوا الجديد، واش كاين شي جديد؟ الجديد طبعا غادي يكون الجديد مؤخرا ان شاء الله. عندي واحد كان عندي واحد السر، نتمنى ان شاء الله حتى يتم ان شاء الله مع مولاه، لان عندي واحد ديو غيكون ماشي تريو ان شاء الله. وكان عاد ممكن نتمنى تكونوا حاضرين بهذه الكثافه وهذا، وتكونوا اقسم بالله نتمنى كاع الصحافه يكونوا، لان المغاربه عزيزين اللي ما يعرفوا الحدث. وبالفعل غادي يكون واحد الحدث اللي هو كيشرف كاع جميع المغاربه ولاد المغرب. هذا هو الجديد، وعندي الجديد ديالي انا ان شاء الله غادي يكون مؤخرا نفس الستيل اللي كيدير السيد عبد العزيز. اما هو كاين مفاجات، نقدر نغني بالامازيغيه ونفاجئ المغاربه. هذا هو. شكرا.